عليكم. اهلا، السلام عليكم اخ علي، اهلا وسهلا. السلام عليكم، شلونك محمد؟ الحمد لله، طمنا عنك، ان شاء الله كله تمام. والله الحمد لله الحمد لله، واخيرا التقينا فيك لايف، واخيرا. اهلا وسهلا فيك. انا هي والله لخدمتكم، يعني لان حياك احمد بيكون وردك، اسئله كثيره وهيك احسن صوت وصوره نقدر نتواصل مع الاخوه. احمد وردك. الله انا اصلا من يحفظك. العراق ايه اهلا بس وسهلا. ولكن عايش بالسويد يعني، ومتابعك والحمد لله تعلمت هواي اشياء منك الحمد لله. يا اهلا وسهلا فيك وجميع الاخوه العراقيين. حبيب رحم الله والديك. شو سؤالك؟ انا عندي فقط سؤال بسيط. انا هسه قاعد ادرس بالجامعه سنه ثانيه هندسه، نعم. ولكن قاعد احاول مثلا يعني اسوي قاعد احاول ادخل افكارك هوية الرياضيه، ولكن يعني قاعد احاول يعني قاعد يعني اواجه صعوبه شويه، نعم. يعني مال اهل البيت وي البي قاعدكم طبعا. 14. نعم. فهل يعني هل اكو مثلا كتب اذا اقراها افتهم شوية اكثر يعني المعاني مال المحاضرات مالتك مثلا؟ يعني هل إذا أنت هناك أردت، كتب اكثر يعني؟ نعم، إذا أنت أردت أنه تتعلم هذه العلوم حتى تكتشف بهذه العلوم، لأن كل العلوم مرتبطة ببعضها البعض، وإن شاء الله بتكتشف إن شاء الله بالمستقبل. إذا أنت بلشت تتوجه نحو هذه الأشياء، يجب أول شيء التجرد من الأشياء الموجودة بداخلك. يعني مثلا أنت لازم تقتنع بحالك أنه يجب أن تخرج من التعريفات. مثلا التعريفات الأولى هي اليد، العين، الشعر، الوجه، هذه كلها يجب تعطيها تعريف آخر. مثلا اليد هي شيء لعمل ما، مثلا هي بتساعدك للقيام بعمل ما. ما تحصر شكل يدك بشكلك أنت، مثلا دور على اليد بكل المخلوقات حتى بقلب الرياضيات. هل يوجد بقلب الرياضيات شيء يدعى يد؟ فهمت كيف؟ أنت بس تصير تتجرد من شكل جسمك المادي، كل الأشياء الأخرى بتصير تفرجيك حالها شوي شوي، بتصير شوي شوي تشوفها. فهم كيف؟ يعني أول الأشياء، هاي العلوم مش موجودة بكتب، هاي العلوم موجودة بالتجرد والإخلاص لله عز وجل. طبعا يعني أنت إذا أردت العلم التزم التقوى، يعني هذا هو العلم، هو بالتقوى، والتقوى إن شاء بتبلش الله. والتقوى بتبلش بموضوع إن الله يرى. يعني مثلا بيقولوا للناس اكتب لنا مواضيع عن السلوك، بيقولون إن الله يرى، مش بحاجة للكتاب، إن الله يرى. فهم كيف؟ نفس الشيء بالعلوم، العلوم جرد نفسك من الجسد، كل العلوم أمامك بتشوفها، بتشوف اليد، كل المخلوقات موجودة بالرياضيات. كيف؟ هو التجرد من العالم المادي لحتى تدخل بالعالم الرياضي. يعني أنت اعتبر حالك نفسك رقم بقلب الرياضيات لحتى تشوف الأرقام الأخرى. نفس الشيء بالرياضيات، يجب أن تعتبر حالك مادة لحتى تشوف المواد الأخرى. أنت لازم تشوف حالك أن أنت ذرة بالفيزياء، لازم تشوف حالك انت طاقة لحتى تشوف الطاقات الأخرى. هي هو سر الموضوع. يعني قصدك لازم أتقرب بعد إلى الله من يعني من أهل البيت عليهم السلام، أكيد يعني علموني. طريق الله هو طريق عن طريق أهل البيت، لا يوجد طريق آخر لله عز وجل. إن شاء الله. هو باب العلم أمير المؤمنين، دائما زور أمير المؤمنين واحكي معه، بيسمع. إن شاء الله. يعني نعم، فقط هو هذا الحل الوحيد، هو يعني يلا هذا هو توكل الحل عليه. الوحيد. لو لم يكن الحل الوحيد لكان آلاف العلماء اكتشفوا هذا العلم من قبل. إن شاء الله. أوكي، فقط هذا كان سؤالي، وشكرا حبيبي لك أهلا وشكرا وسهلا. لفرصتك وسؤالك على فكرة، وتعلمت. سؤالك مهم جدا، هو بداية العلوم من وين بتبدأ كلياتها. سؤالك صحيح بسيط بس ولكنه مهم جدا. تابعنا رحم إن الله شاء الله والديك، شكرا إذا حدا سألنا أسئلة. حبيبي أهلا وسهلا فيك، حبيبي، شرفت أسألك بوقتك. الدعاء. مع السلامة، إن شاء الله. عايش وأنت كمان دعينا، الله يخليك. حبيبي، الله يخليك. مع السلامة. أنا ما بعرف كيف تطلع، إذا أنت عندك خروج حدا لحتى حدا